ليه؟ هنبتدي في أول فيديو في الهاير برين فانكشن، وهو إكوليبريم أو التوازن. كلنا عارفين من أيام السنسوري إن أنت علشان تقف وما تقعش محتاج 3 حاجات، محتاج إينر إير وبروبريوسبشن وفيجن. وكنا دايما لما نجيب سيرة الإينر إير بنقول هنقولها في الهاير برين فانكشن. النهاردة هنتكلم على الإينر إير بتتكون من إيه وإيه أهميتها، ودي النقطة المهمة. يبقى أول جملة هو الإينر إير. إينر إير اسمها الآخر لابيرنس، وكلمة لابيرنس معناها بالعربي متاهة. يعني الإينر إير لو حبيت تشوف الاستراكشر بتاعها هتلاقي فيه تفاصيل كتيرة، كأنك بتوه، كأنك داخل في أوضة الرعب، الملاهي اللي كنا بنلعبها زمان. نبص على شكل الإينر إير. الإينر إير 3 سنتي، ده الطول بتاعها. الطول ده ياخد مساحة كبيرة في البرين، علشان كده ربنا خلى الإينر إير تتلف حوالين نفسها. يبقى المنظر بتاع الإينر إير أهو بالظبط كده، عامل كأنه قوقعة أهي. بصوا ده شكل الإينر إير، حاجة اسمها كوكليا، هي دي القوقعة بتاعتنا، ده السنيل بتاعنا. طبعا الكوكليا هنقول في الهيرينج ان هي اتلفت لفتين وتلات تربع، والكلام ده هنعرفه بعدين. بص معايا على الرسمة، هتلاقي انا عامل فتحة مش قافل الكوكليا. الفتحة دي متصلة بايه؟ متصلة بكيس اللي عامله باللون الاحمر، والكيس ده اسمه ساك يول. خلي بالك اي حاجة اخرها يول معناها مصغر، كيس صغير، ساك صغير. طب يا دكتور ده اهميته ايه؟ هنقول دلوقتي في الفيديو ده. والساك يول متصل بحاجة تانية هنقطها، كيس اخر وصغير برضو اسمه يوتريكل، ده مصغر كلمة يوترس، يعني عاملة زي رحم صغير أو كيس صغير. طب دكتور هو الكوكليا دي مسؤولة عن إيه؟ عن السمع، عن الهيرينج. أما الأجزاء الأخرى اللي هنتكلم عليها مسؤولة عن إكوليبريم. عشان كده قلت لك النهاردة الإينر إير ليها أهميتين، أهمية سمعية وأهمية التوازن. طب المنقط ده اسمه يوتركل، طب فين التوازن في الموضوع؟ قالوا في الأناتومي إن إحنا عندنا قنوات مسؤولة عن الإكوليبريم، 3 كنالز. بس الكنالز دول شبه إيه؟ بصوا هنيجي نرسمها مع بعض. آدي كنال عندي، هاجي اوسع عشان تشوفوا الفكرة ماشية ازاي. ادي الكنال اللي عندي اهي، خط ده، وادي كنال اهي. هتقولي طب وبعدين؟ معمولين كده، عاملين زي كتاب مفتوح. هتلاقي ان هنا ادي الكنال بالمنظر ده، وادي كنال تانية عاملة بالظبط زي الكتاب، الكراسة المفتوحة. دي كنال ودي كنال، وهتلاقي ان كل 2 كنالز متصلين بفتحة في اليوتركل. طب يا دكتور فين الفتحة؟ بصوا بقى معايا، ادي الوضع وادي الكنال اهي، هتعمل في انتفاخ في النهاية قبل ما تعمل الفتحة دي. وهنا برضو نيجي الناحية دي، هتلاقوا المنظر كده، ادي الكنال بتاعتنا، وادي هنا حصل الانتفاخ، انتفاخ اهو اللي انا هظلله هنا وهنا، ويفتح ايه؟ الفتحة. دي كنال ودي كنال. طب القنوات دي
فتحة في اليوتريكل. طيب الانتفاخ ده اسمه ايه؟ اسمه امبولا، وهنتكلم عليه النهارده الانتفاخ. يبقى كل كنال متصلة باليوتريكل اللي انا بظلله الكيس ده من خلال فتحة وانتفاخ. طب يا دكتور القنوات واحد واتنين اللي شبه الكتاب المفتوح هسميهم ايه؟ تو فيرتيكال كانالز، دي قنوات رأسية، قنوات عمودية. ادي تو كانالز، بس حضرتك قلت ان عدد القنوات تلاتة، فين الكنال التالتة؟ الكنال التالتة اهي، هتلاقي اهي جاية بالعرض زي المنظر ده، ونفس الفكرة عاملة زي الكتاب المفتوح. ادي صفحة كتاب وادي صفحة تانية، نفس الفكرة. وهتلاقي ان الهوريزونتال كنال دي متصلة باليوتريكل بانتفاخ، هعمله باللون الاحمر، كنال في نهايته هتلاقي عاملة انتفاخ كده وفتحة في اليوتريكل. بص ده الانتفاخ بتاعنا، ادي الانتفاخ يا جماعة اللي انا هظلله، وادي الناحية التانية برضو هنيجي نعملها مع بعض اهي، وهتلاقي هنا في انتفاخ، وبصوا في الحتة دي برضو هتلاقي كده، وهتلاقي انتفاخ وفتحة فين؟ في اليوتريكل. ما هو ده يا جماعة اليوتريكل بتاعنا، ده انتفاخ اهو. فانت عندك هوريزونتال كانال، قناة افقية، ودي القناة رقم ثلاثة. يعني اذا انا عندي ثلاث قنوات، قناتين فيرتيكال رأسيتين فيهم فلويد في اتصال عن طريق أمبولة انتفاخ وفاتحين في اليوتريكل. طب أهمية الكلام ده إيه؟ هنقوله النهاردة. وعندي هوريزونتال كنال أفقية في نهايتها فيه انتفاخ وفاتح فيه اليوتريكل. طيب دكتور وأي كنال بيبقى فيها فلويد؟ طبعا فيها مية. طيب المية اللي جوه القناة يا ترى فيها انهي ايون زيادة؟ هقول لك هذه المعلومة حالا، بس بعد ما نتخيل حاجة مهمة. ايه علاقة التلات قنوات ببعض؟ عشان نفهم العلاقة انا هجيب لك القناة في شكل كراسة. تخيل ان الكراسة دي هي كانال، والكراسة التانية كانال، والاتنين دول فيرتيكال كانال، يعني دول قنوات رأسية. بص عليا، الكتابين دول عاملين رايت انجل، زاوية قايمة، كل اتنين فيرتيكال كانالز عمودين على بعض. هتقولي الله، طب والكنال الهوريزونتال او الافقية بتبقى ايه؟ فين الكنال الأفقية؟ أهي تخيل، هي دي الكنال الأفقية. الكنال الأفقية كمان بتبقى هم بيربنديكولار عليها، يعني إحنا الكراستين الخضر دول بيربنديكولار على بعض، وكمان بيربنديكولار عموديين على الهوريزونتال كنال. هتقول أنا ملاحظ إن الأفقي حضرتك عامله أفقي تماما، لا، دكاترة الاناتومي قالوا ان الافقي ده عامل انجل. بص انا رفعت الكراس، عامل انجل مقدارها 30 ديجري، يعني هو مش بيور هوريزونتال، لا ده عامل 30 ديجري مع الافقي. يعني لو عملت خط كده من تحت هعامل انجل 30 درجة. دكاترة الاناتومي قالوا ان كل كنال بتتقسم باتنين سوتشر، ساجيتال اند كورونال. يعني يعني الزاوية 90 دي، تخيل ان انا جبت كراسة كمان وجيت انا الزاوية 90 قمت رحت قسمتها لزاويتين، مين اللي بيقسم؟ السوتشرز اللي في السكال. هتقولي طب وايه علاقة السكال بحوارنا دلوقتي يا دكتور؟
هقول لك الانر اير موجودة فين؟ موجودة في البرين، يبقى لازم نتكلم على السوتشرز، هنتكلم على كرونال اند ساجيتال، يبقى كل كانال بتتقسم بساجيتال اند كورونال سوتشر، فالتسعين تبقى 45 و45. ده مش بس كده، سؤال طلبة كتيرة، ايه علاقة الكانالز اللي في الودن اليمين بكنالز الودن الشمال؟ قلنا ان الانتيريور فيرتيكال كانال ان وان اير كونكتد بالبوستيريور فيرتيكال كانال اللي في الودن التانية. الكلام ده في غاية الأهمية. طب يا دكتور كفيسيولوجي، ايه الأهمية ان انا اعرف ان انا عندي الكنالز دي كلها؟ لان احنا هنعمل تيست للفيرتيكال كانال، هتشوفوا ازاي، وهنعمل تيست للهوريزونتال كانال، كل قناة ولها اختبار. يبقى لغاية دلوقتي احنا قلنا مقدمة، عندنا الانر اير ليها وظيفتين، هيرينج واكوليبريم، والفيديو ده بنتكلم على الاكوليبريم مش بنتكلم على الهيرينج. تعالوا ندخل دلوقتي في شكل الكنال والأمبولة، يا ترى الشكل بيبقى ازاي. هنيجي نمسح واوسع لنفسي، ونيجي نعمل فوكس على نقطة وجزئية مهمة جدا لازم هتتقال دلوقتي، اللي هي ايه؟ عايز اتكلم على الأمبولة حاليا، عايز اعرف الانتفاخ اللي فاتح في اليوتركل يا ترى شكله ايه؟ عايزين نشوف الفكر. هتقولي الانتفاخ يا دكتور اهو انتفاخ الامبولة، ايه اهميته؟ دكاترة الهيستولوجي قالوا ان الامبولة دي بيبقى جواها ريسبتور، ده الريسبتور بتاع الاتزان. الريسبتور ده بيتكون من شيت اوف ايبيثيليوم، والايبيثيليوم ده متغطي بسيلز، ادي السيلز اللي عليه. طيب وبعدين فين الفكرة اللي في الموضوع؟ بصوا بقى، الفكرة في الموضوع تبقى كالآتي، ادي يا جماعة شعر سيليا، شعر باللون الأحمر، هتلاقي الشعرة قصيرة جدا، دي الشعرة اللي باللون الأحمر، وتلاقي شعرة طويلة. يعني أنا عندي الريسبتور بتاعي يتكون من إبيثيليال شيت وسيليا أهداب أو شعر الأحمر قصير، أما الطويل المنقط ده. طب القصير ده اسمه ايه؟ اسمه ستيريو سيليا، ستيريو سيليا، والطويل اسمه كاينو سيليا، ده الاتنين. طب انا استفدت بايه بالطويل والقصير؟ اقول لك، عايز الريسبتور يشتغل. هتقولي طب ما هو الريسبتور علشان يشتغل انا عايز اعرف قصدي حضرتك ايه بالتوازن او الاتزان. اقول لك، نفترض اني انا قررت دلوقتي الف حوالين نفسي، بمعنى ايه؟ هقوم واوريلك يعني ايه الف حوالين نفسي. انا واقف دلوقتي اهو، قررت اعمل كده، قررت ادور ناحية اليمين زي لاعبة الباليه. لاعبة الباليه بتعمل ايه؟ على طراطيف صوابعها وتلف، هي كانت واقفة عادي وبعد كده على الاطراف وعملت روتيشن تو ذا رايت. مين اللي قال لها انها تدور ناحية اليمين؟ حست ازاي بالدوران ده؟ ربنا عامل ريسبتور جوه الأمبولة، الريسبتور ده فيه شعر قصير وشعر طويل. هتقولي طب ما هي كده حست ازاي؟ الإحساس بيجي بالمنظر ده. بصوا بقى، ادي الكنال بتاعتنا، وادي الانتفاخ اللي اسمه أمبولة اللي انا حطيت جواه الريسبتور، وهنا تخيل ده اليوتريكل،
طبعا دي مش قناة، مفروض ان اليوتريكل ده بيبقى كيس صغير زي ما رسمنا بس للتشبيه. وادي الوضع بتاعي اهو، انا حبيت اعملها لك الاول كفكرة عامة. وادي السيلز، ده الشعرة الطويلة. الشعرة الطويلة بتبقى ناحية مين؟ ناحية اليوتريكل. طب يا دكتور ناحية اليوتريكل، حضرتك بنتكلم على انهي كانال دلوقتي؟ على هوريزونتال كانال، كانال الافقية. ايه ده؟ هو يفرق توزيع الشعر الافقي عن الرأسي؟ ايوه، كلامنا عليه على الهوريزونتال. دايما الدوران بيبقى فيه شكل افقي، هوريزونتال بتلف حوالين نفسك. فدي التوزيعة المهمة. ادي الكاينوسيليا وادي الاستيريوسيليا بتاعتي. طب والكنال دي فيها ايه؟ فاكرين الكنال اللي عملناها بالعرض او بالطول وفي نهايتها انتفاخ؟ اهي الكنال دي جواها فلويد. الفلويد ده قلنا تركيبته ايه؟ تركيبته شبه الانتراسيلولار فلويد، اسمه اندو ليمف. ده مهم قوي، ده الاندو ليمف. وهنا في فلويد اهو، كل ده المنقط ده فلويد اللي الريسبتور عايم جواه، ادي فلويد. فيحصل ايه لما الاندو ليمف يتحرك في هذا الاتجاه بتاعك؟ يعمل ايه في الشعر القصير؟ يبتدي يهزه، يتنيه زي موجة بحر جاي عليه. فيجي الشعر القصير يتني، ده يتني، وده يتني، 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 وهم ماسكين في بعض بخيط صغير، حاجة عاملة زي الدبارة. يتنوا ناحية مين؟ القصير ناحية مين؟ الشعرة الطويلة. هتقولي طب وبعدين؟ ويعني لما اتنوا ناحية الشعرة الطويلة؟ مين اللي موجود هنا؟ فلويد. تركيبته شبه الانتراسيلولار، وفي سنة أولى قلنا الانتراسيلولار فيه بوتاسيوم ايون، فالبوتاسيوم ايون هيتحرك من المكان ده ويعدي فين؟ من خلال الشيت اوف ايبيثيليوم. انت هزيت البوتاسيوم اللي هنا، نقلته من مكانه هنا وعدى من خلال الشيت. يعني ايه عدى؟ يعني كأن حصل بوتاسيوم ان فلكس. تركيز البوتاسيوم هنا عالي، اعلى من هنا، فاتحرك للمكان ده، زاد هنا بقى بوزيتيف، وساب مكان وبره ايه؟ بوزيتيف اقل او نيجاتيف. دكتور ده يعني كأنك بتقول دي بولاريزيشن. ده مش كأني، ده هي فعلا دي بولاريزيشن. علشان كده لأول وآخر مرة دخول البوتاسيوم يسبب دي بولاريزيشن، عكس المعلومة اللي انت عارفها في سنة أولى، بوتاسيوم بيطلع من جوه إلى بره. طب دكتور أنا معاك في كل الكلام ده، بس برضو عندنا سؤال مهم، هي عرفت إزاي إنها بتدور؟ هنحكي القصة دلوقتي في أربع مشاهد، بس دي المبدأ بتاعنا. الاندولينف عمل ايه؟ حرك الفلويد كده، قابل الشعر القصير، تناه ناحية الشعرة الطويلة، اتحرك البوتاسيوم نتيجة الموشن وحركة الفلويد من مكانه هنا وعدى عن طريق الممبرين او الشيت اوف ايبيثيليوم. سؤالنا دلوقتي هو الدوران بتاعنا ده هنسميه ايه؟ هسميه اكسليريشن، في شكل دائري، يبقى انجولار اكسليريشن. يعني ايه يا دكتور؟ هناك نوعين من السرعه، اكسليريت تساوي سبيد، بس طبعا كدكاتره هنقول اكسليريشن السرعه. هنا سرعه لاعبه الباليه بتمشي في دائره، ماشيه في دايره، بتلف في سيركل، فسميناها انجولار اكسلريشن.
خلي بالك من نقطة مهمة، الكنال اللي رسمناها سواء هوريزونتال أو فيرتيكال شبهها إيه؟ عاملة كده، مش مكملة دايرة كاملة، يعني كأنها نص بيضاوية، فسميتها سيمي يعني شبه، سيركولار دائري كنال، يعني هي شبه الدايرة، جزء من الدايرة. طب أنا مش عايز أنسى في الامتحان، السيركولار كنال أو السيمي هي اللي تعمل إيه؟ أنجولار أكسلريشن. دايما الدايرة بيبقى فيها زاوية، يبقى أوعى تنسى سيركولار مع الأنجولار. دي السرعة الأولى اللي هنتكلم عليها النهاردة، أنجولار أكسلريشن. طب دكتور فين الأربع مشاهد للاعبة الباليه؟ هقول لك الأربع مشاهد اللي هيحصلوا إيه. أول مشهد للاعبة الباليه هنقول لها بيفور روتيشن، قبل ما تدوري ناحية اليمين مثلا. علشان نفهم الكلام ده بصوا أنا هعمل إيه، هاجي أرسم رسم مرتين، آدي كانال وآدي هنا الانتفاخ الأمبولة وآدي اليوتريكل، وهنا نفس الكلام برضو، آدي كانال والأمبولة وآدي اليوتريكل، وهقول إن ده هو الليفت وإن ده هو الرايت، شمال ويمين. هي قررت، هي لسه ما دارتش. طب دكتور لسه ما دارتش، قول لي التوزيعه. افكرك انا بتكلم على انهي كنال، هوريزونتال، يبقى المنظر ده موجود. ادي الشعره الطويله ناحيه مين؟ اليوتريكل، وادي اليوتريكل بتاعتي اهي، فين الشعره الطويله اهي. دايما التوزيعه مهمه، انت بتتكلم على انهي كنال. طب وبعدين اجي بعد كده احط الشعر القصير بتاعي. طبعا هنا في شيت اوف الابيثيليال سيلز، وهنا برضو نفس الكلام، ادي الابيثيليال سيلز وادي الشعره القصيره بتاعتي. هي لسه ما ضرتش، معنى الكلام ده ايه؟ ان الشعر زي ما هو لسه ما اتناش. طب يا دكتور هو المنظر اللي قدامنا ده عايم في الفلويد وخلاص؟ لا، دكاترة الهيستولوجي قالوا ان المنظر ده متغطي بحاجة اسمها كوبيولا او غطاء، هو ده الغطاء، بس احنا مش هنركز عليه قوي. طب ايه اللي حصل قبل الدوران؟ البوث هيرز ار ابرايت، يعني ما حصلش دي بولاريزيشن اللي شرحناه لا يمين ولا شمال، فالبرين ما وصلوش معلومة حتى الآن إن لسه فيه روتيشن. لا، إحنا ما بندورش، فمعنى كده قبل الروتيشن هحط العلامة دي، يعني بلس أور ماينس، بوث آر إيكوال، لنا بولاريزد ولنا دي بولاريزد في الناحيتين، يبقى ده قبل الروتيشن، قبل الدوران. وهذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني، قررت لاعبة الباليه إنها تدور، خلاص بقى هنا بقى روتيشن، ستارت أوف روتيشن، بداية الدوران. تعالوا نرسم نفس الرسمة ونشوف إيه اللي هيحصل معانا دلوقتي، نفس الرسمة بالظبط ونشوف. وادي ليفت وادي رايت، قررت انها تدور ناحية اليمين، فهعمل السهم تو ذا رايت. بص بقى اللي حصل، عظمة ربنا في ايه، ده الاندولينف اهو. طب فكرنا يا دكتور ايه ده؟ ده الكنال، دي القناة، ما تنساش بتكلم على الهوريزونتال، وده الامبولة، وده هو اليوتريكل او اليو، يبقى اليو يوتريكل وده كنال وده امبولا. ايه اللي حصل بدايه الدوران؟ الاندولينف اللي موجود في الكنال ريزيست تو موف، يعني ايه؟ معصلك معاك،
قال لك مش من السهل تحركني. هتقول لي ازاي؟ الاندولين في ده يا جماعه اذا فلويد، واي فلويد وله وزن. هتقول لي طب واي وزن وله ايه؟ انيرشيا. يعني ايه انيرشيا؟ قصور ذاتي، يعني مقاومه الحركه. خلي بالك ده الكلام المهم، انا بقاوم الحركه. يعني ايه بقاومها؟ يعني لعبه الباليه بتلف ناحيه اليمين، اما الفلويد اللي في الكنال قال لك لا، انا مش هتحرك يمين مع اتجاه الدوران. قلنا له امال انت هتتحرك ازاي؟ وادي ادي الشعر بتاعنا كل مره بنقوله، وادي الصغير وقلنا ده الطويل، خلاص هيتحرك ازاي؟ بصوا بقى معايا الحركه، هيتحرك كده. ايه ده؟ هو السهم ده ناحيه مين؟ ناحيه الليفت. هيتحرك عكس اتجاه الدوران، يعني انت هتحركه ليفت. طب وهنا احرك السهم ازاي؟ كده. ما انت لو حركت السهم لفوق كانه بيشاور تو ذا رايت. خلي بالك دي الكنال الشمال ودي الكنال اليمين، واضح من السهم الاحمر في الاتنين اتجاه الاندولينف عكس اتجاه الدوران، بيتحرك هنا برضو عكس رايح ناحية الشمال عندنا. طب تيجوا نشوف اللي حصل ايه لما جه الفلويد اتحرك كده، هيعمل ايه؟ زقلي الشعر القصير ناحية الشعرة الطويلة زي موجة البحر. لما جه زقها، فاكرين البوتاسيوم اتحرك من هنا الى هنا وعمل لي دي بولاريزيشن. يبقى مين اللي دي بولارايزد الان؟ هو الرايت سايد. طب اما الناحيه الشمال، بصوا على الاندولينف نقاطه بالاحمر، بيتحرك تو ذا ليفت، يعني بيتحرك بعيد، ما بيزقش الشعر القصير ناحيه الطويله، لا دي موجه البحر بعيده عنك. طالما بعيده عنك يبقى انت مش في وضع الدي بولارايزد، يبقى اذا الناحيه اليمين هي اللي دي بولارايزد. الان هتقول لي طيب انا عايز اعرف ازاي وصل لها فكره بتدور يمين. هنشرح الباس واي للكلام ده، ولكن في الاول هي حاسه ان الدوران ناحيه اليمين. تعالوا بقى للمشهد رقم 3. المشهد الثالث اثناء الروتيشن، هنا بقى مش الستارت مش البدايه، ده ديورينج روتيشن. يعني لاعبه الباليه او واحد على طراطيف صوابعه بيلف في ناحيه معينه اثناء الدوران بتاعه، هل يا ترى حاسس انه بيدور ولا لا؟ ودي نقطه مهمه جدا. تعالوا نشوف ونرسمها كمان مرة. كل ما نعيد كل ما الموضوع يبقى بالنسبة لنا أسهل. كنال أمبولة يوتريكل، خلاص أدي يوتريكل وأدي أمبولة وأدي الكنال. إيه اللي حصل؟ الإندولينف السرعة بتاعته اكتسبت نفس سرعة الدوران، ما تنساش إن ده شمال وده يمين، اكتسب نفس السرعة، فبالتالي ما بقاش فيه انيرشيا، مفيش مقاومة في الحركة، ما بيقاومش الحركة. يبقى معنى هذا الكلام ايه؟ كل الامور ترجع كما كان. يعني ايه كما كان؟ اهي الشعر القصير يرجع في مكانه استيريو سيليا، والشعرة الطويلة زي ما كانت، كله هيرجع زي الاول. معنى كده انا مش حاسس بالروتيشن، وده شيء طبيعي. دايما وانت بتدور او تلف في البدايه انت حاسس، طب اثناء الدوران مش حاسس، راكب طياره في الاول انا حاسس، اثناء رحلتك في الطياره ولا انت حاسس ان الطياره طايره اصلا، وانت في الملاهي
عارفين الاطباق الطائره، مش الطائره بقى، الاطباق اللي بتمشي هوريزونتال، تلاقي نفسك محطوط في فنجان كبير وعمال تدور هوريزونتال او افقي. اول ما اللعبه بتبتدي حسيت بالروتيشن. طب اثناء الدوران ليه مش حاسس؟ اكتسب الاندولينف سرعه دوران الجسم، وبالتالي انا مش حاسس بحاجه. نيجي للمشهد الرابع والاخير، نهايه الروتيشن للاعيبه الباليه. خلاص قررت ان انا هخلص الشو والعرض بتاعي قدام الجمهور، ايه اللي هيحصل؟ بصوا بقى رسمنا مرة تانية عشان اوريلك الفرق اللي حصل، وفرق جميل جدا. الاندولينف اللي كان موجود هنا ناحية الرايت هيكمل حركة، ايه ده؟ يكمل مع اتجاه دوران الجسم. بمعنى ايه؟ دايما العربية لما هي بتاخد سرعتها لو فكرت توقفها دوس فرامل، لا العربية لسه تكمل خطوة او اتنين بحاجة اسمها مومنتم، اللي هي الطاقة المكتسبة. يعني ايه؟ ادي الليفت وادي الرايت، اتجاه الدوران اهو، يجي الاندولين في فجأك يقول لك وانا كمان هتجه معاك. قلنا له يعني ايه؟ يعني اتجاه الاندولينف السهم بتاعه ناحيه الرايت. انت اتغلبت اثناء الروتيشن على الانيرشيا بتاعته، على مقاومته للحركه. في نهايه الروتيشن بقى عنده حاجه زي كاينتيك انرجي، طاقه حركه، يقول لك انا هكمل زيك. ايه ده؟ طب ولما يكمل هنا تعالوا نحط الشكل، فاكرين ده اليوتريكل؟ ادي الكاينو، وادي الشيت بتاعي، وادي الاستيريوسيليا. اتجاه الاندولينف ابعد، ما بيزقش الشعر القصير ناحيه الطويل، لا ده بيتحرك بعيد. يبقى الرايت نوت ديبولارايزد، مفيش حاجه تانت الشعر ده وخلت البوتاسيوم يتحرك ويعمل دي بولارايزيشن، يبقى الرايت لا. طب تعالوا على الناحية الشمال، فين الاندولينف؟ اهو بنقطه بالاحمر. الاندولينف يتحرك فين؟ يمين. يبقى اتجاه السهم فين؟ ناحية الرايت. وهنا برضو ادي نفس الفكرة اللي كررناها، وادي الشعر القصير. شايفين الفلويد بيتحرك اهو اهو، فبيزق مين؟ القصير. انا بزقك، موجة البحر جاية عليك كده، فزق الاستيريو ناحية الكاينو. الله، فالبوتاسيوم اللي هنا يبقى فيه موشن وحركة، فيحصل دي بولاريزيشن. ايه ده؟ معقولة؟ يعني يا دكتور في نهاية الروتيشن لاعبة الباليه حست انها بتلف ناحية الشمال، وده كان عكس اتجاه الدوران في البداية ناحية اليمين. يعني كده هتحس بدوخة. اسمها ايه الدوخة دي؟ فيرتايجو، وده مهم قوي وهنتكلم عليها. حست ايه ده؟ انا دايخ. هتيجي تقول لي طب يا دكتور الكلام ده عايزين نطبقه علينا، احنا مش لاعبين باليه، هنحس بالدوخة ازاي؟ زمان واحنا صغيرين كنا بنفضل نلف حوالين بعض كتير لغاية ما في الاخر هتحس ان انت دخت، فتسند بإيدك العكسية على أي ترابيزة أو حاجة وإلا هتقع. دي اسمها فير تايجو. كده أنا قلت كم مشهد؟ أربع مشاهد، قبل الروتيشن، بداية الروتيشن، أثناء الروتيشن، ونهاية الروتيشن. بالنسبة للآي موفمنت للاعبة الباليه، هل يا ترى عينيها هتتحرك ازاي؟ في حاجة اسمها نستاجمس، ودي مهمة قوي، شرحناها مع السيريبيلم، بس عايز افكرك على نستاجمس نقط مهمة قوي. يعني ايه نستاجمس؟ نستاجمس كديفينيشن معناها اوسيلاتوري
اي موفمنت، في رعشه في عينيها، رعشه العروسه. لو بنات بالذات لما تيجي تلعب بالعروسه تلاقي العينين بتتحرك قدام وورا، تقدر تلعب في عينين العروسه. طب اوسيلاتوري اي موفمنت يعني ايه؟ كلنا عارفين ان هي لما بتيجي بتتحرك وبتدور هي كده بتشغل الفيستيبولار نيرف. ليه قلت فيستيبولار؟ لان ده المسؤول عن الايكوليبريم. هنشرح دلوقتي الباس واي اوف فيستيبولار نيرف تو اكسترا اوكيولار ماسلز. ايه العلاقه؟ يبقى اوسيلاتوري اي موفمنت. طب السؤال المهم جدا، الميكانيزم ايه؟ الميكانيزم هنشرحه في الفيستيبولار باس واي. حاجه اسمها فيستيبيولو، لان كلمه فيستيبيولو المقصود بيها اللابرنس او الانر اير، المقصود بيها الامبولا اللي جواها الريسبتو. اوكيولار ريفلكس يعني ايه؟ مش فاهم. يعني بدا الموضوع من الريسبتور، الشعر القصير والشعره الطويله ده البدايه، خرج منهم النيرف فيستيبولار نيرف دي بولارايزد، وهنرسم الكلام دلوقتي، لغايه لما يوصل للاكسترا اوكيولار ماسلز. الرحله دي هتترسم الان، وهتعرف ايه اللي خلى الاي تتحرك وتبقى بالمنظر ده، او اختصارها في او ار. اول حرف فيستيبولو اوكيولار ريفلكس. السؤال المهم، عينيها اترعشت امتى؟ التايم، التايم بيبقى في بدايه ونهايه الروتيشن، وخاصه في النهايه. فاكر لما قلت انها جالها فيرتايجو في النهايه، جالها احساس خاطئ انها بتدور ناحيه الشمال، برضو في نهايه الدوران هتلاقي عينيها بترعش. طب دكتور يعني ايه العينين ترعش؟ هقول لك، وانت راكب القطر وفي عواميد التلغراف من جنب الشباك، انت ما بتسيبش عينيك تبص على اي حاجه، لا، عينيك بتعمل ريفلكس غير طبيعي، تتحرك ببطء مع العمود اللي سابك وبسرعه. بص حاجه امثلها كده، تتحرك بسرعه لقدام وببطء مع اللي ورا، ببطء الورا وبسرعه قدام، عشان اتابع العمود اللي انا سبته، اللي القطر سابه، او الشجر، وتابع الشجر او العواميد اللي جايه مع حركه القطر، عشان اوصل الى صوره كامله، فيجوال فيلد كامل. يبقى ده مهم جدا ان انت تكون عارف ايه اللي بيحصل في حركه العين. طب دكتور، هو النستجمس ده ليه انواع؟ الاجابه على اساس ايه؟ على اساس الكنالز. انا عندي فيرتيكال كنال وعندي هوريزونتال كنال، ففي حاجه اسمها هوريزونتال نستجمس او فيرتيكال نستجمس، وده مهم قوي. طب ايه هدف النستجمس اللي بنتكلم عليه؟ نعمل فيكسيشن للفيلد، عشان الفيلد بتاعك ومجال الرؤية يبقى ثابت والرؤية ليها معنى، لازم عينيك تتحرك في الاتجاه لورا ببطء وبسرعة مع قدام. ده مهم جدا تعرفه. طب دكتور، ايه اسباب النستجمس؟ انا عايز موضوع النستجمس يتم استيفاؤه بكل العناوين اللي فاتت، بهذه العناوين: ديفينيشن، ميكانيزم هنرسمه مع الباسواي، وقته، انواعه حسب السيمي سيركولر كانال، هدفه، اسبابه. النستجمس ليه سببين: سبب فيسيولوجيكال، وده قلناه، حركه القطر طبعا وعينيك ازاي بتتحرك، وفي سبب تاني باثولوجيكال مرضي، لو العيب في الفيستيبيولو سيريبيلم،
خلي بالك من الكلام، مهم قوي. الفيستيبيولو سيريبيلم مسؤول عن الاتزان، وهنعرف دلوقتي في الباسوي انه متصل بالفيستيبيولار اباريتس بتاع الانر اير. دايما اي حاجه ليها علاقه بالاتزان كونكتد توجذر. حتى في المثل الانجليزي المشهور birds of the same feather fly together، الطيور على اشكالها تقع. انت مسؤول عن ايكوليبريم في جزء منك يا سيربيلم، تبقى انت متصل باي حاجه قبلك ليها علاقه بايكوليبريم. عشان كده لما يبوظ ما بقاش فيه اتزان في اي موفمنت اللي من ضمنها اي موفمنت. افكرك تاني، حركه العين سلو في الاوبوزيت دايركشن وفاست بتتحرك بسرعه ان ذا سيم دايركشن، وده مهم جدا لازم نكون عارفينه. لغايه دلوقتي احنا شرحنا شكل الريسبتور ولعبه الباليه بالاربع مشاهد، واتكلمنا على النستاجمس في ست نقاط رئيسيه، ولكن النقطة الأهم اللي الطلب عايزة تسمعها في الفيديو ده، إزاي عرفنا إن الدوران يمين؟ وإزاي حسينا بالدوخة في نهاية الروتيشن؟ يبقى العنوان القادم Pathway، Vestibular Pathway. إيه هي سكة الاتزان بتاعنا؟ السكة دي هنرسمها دلوقتي مع بعض. تخيلوا يا جماعة ان هنا هو الشيت بتاعي بتاع الابيسيليوم، قلنا اللي عليه سيلز، حصل دي بولاريزيشن. فاكرين لما قلنا هنا دخل البوتاسيوم لجوه، وهنا ساب مكانه بوزيتيف تشارج قال. الريسبتور بتاعنا اللي قلنا جوه الامبولا اسمه كريستا امبيولاريس، حتى واضحة من التسمية سميته حسب المكان امبولا. طب وليه كريستا؟ لانه شبه الكريست او الهلال. من هذا الريسبتور ايه اللي حصل؟ خرج منه نيرف اسمه فيستيبيولار نيرف. اللي مذاكر اناتومي كويس يقول لي انا عارف فيستيبيولو كوكليار نيرف ده رقم 8، هقول له ما هو متقسم لفيستيبيولار اتزان وكوكليار هيرينج، ده مش موضوعنا النهارده. الفيستيبيولار نيرف اللي خرج من الريسبتور بقى فيه اكشن بوتنشال، يعدي على فين؟ يعدي على فيستيبيولار جانجليون. الجانجليون دي مجموعة خلايا بره البرين ستيم. فين البرين ستيم بتاعي؟ اهو. يعني انا سبت الانر اير، دخلت في جانجليون، ومن الجانجليون راح الى الجزء ده، الجزء ده اللي هو فاكرين المظلة. ما هو البرين ستيم متقسم لتلات اجزاء، الجزء اللي تحت المظلة في دايرة باللون الاحمر، الدايرة دي اسمها vestibular nucleus. لغاية دلوقتي انت ملاحظ ايه من خلال الكلام؟ ان انت قلت vestibular nerve، عدى على vestibular ganglion، وصل لvestibular nucleus. ذكرنا vestibular 3 مرات، وحتى اسم الباسوي vestibular. طب الفيستيبولار نيوكليوس لما جينا سألناه قلنا له انت هتبعت السيجنال للكورتكس مباشرة؟ قال لا، لازم ابعت للمستشار بتاعه. فهوسع لنفسي، مين المستشار؟ المستشار اسمه سيريبيلم، وخدناه في الموتور اهو، هبعت للسيريبيلم بتاعه. طب السؤال المهم، السيريبيلم أخدنا في الموتور إنه بيتقسم إلى 3 أجزاء، فيستيبيولو
وسباينو ونيو، تبعت لمين؟ قال انا هبعت للفيستيبيولو سيريبيلم. ودي التسمية رقم كام؟ أربعة. عايزك تبقى خلي بالك الفيستيبيولو ذكر كم مرة. فالفيستيبولر نيوكليوس هيبعت سيجنال باللون الأحمر تدخل في الانفيريور سيريبيلر بيدانكل. ما هو السيريبيلم ليه ثلاث فتحات، هيدخل من الفتحة اللي تحت إلى الفيستيبولو سيريبيلم. ولو انت فاكر اناتومي، الفيستيبولو سيريبيلم كان ليها ديب نيوكليوس، نيوكليوس كانت عميقة قوي، والنيوكليوس دي كان اسمها فاس تيجيال نيوكليوس. قال لك انا هدخل في النيوكليوس العميقة لجزء الفيستيبولو سيريبيلم اللي تحت. طب الفاستيجيال نيوكليوس دي متصلة بمين؟ متصلة بنيوكليوس فوق شبه سنة السنان اسمها دنتيت، والدنتيت ده كان الديب نيوكليوس اوف سيريبرو سيريبيلم. يعني كل واحد هيبعت للتاني. نقولها تاني، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجليون، فيستيبولار نيوكليوس، فيستيبولو سيريبيلم، فاستيجيال بتاعه بعت للدنتيت. طب والدنتيت؟ قال لك انا عايز اوصل للكورتكس من الفتحه، بصوا اللي فوق، السوبيريور سيريبيلر بيدانكل، بس انا مش هبعت للكورتكس على طول، هبعت الى الصلمس، والصلمس يبعت الى اكويليبريم كورتكس. ودي مهمه جدا لازم نكون عارفينها. الكورتكس رئيس مجلس الإدارة عندنا، وأي شركة في عندك رئيس مجلس إدارة لكل مهمة، يقول لك بتاع العلاقات العامة، رئيس مجلس إدارة شؤون قانونية. هنا مين رئيس مجلس الإدارة عندي؟ إكويليبريم. شيء طبيعي أبعت لك، لأني مش هبعت لموتور أو سنسوري كورتكس، أنا مسؤول عن الاتزان. يبقى انت الادارة بتاعتك هي اللي تستقبل السيجنال من الصلمس. وزي ما في كورتكس مختلف في مهامه، في صلمس بنيوكلياي مختلفة ايضا في مهامها. عشان كده الاكوليبريم كورتكس هو اللي استقبل. لو استقبل ان السيجنال جاية من الناحية اليمين، كريستا امبيولاريس اليمين، يبقى انت بتدور يمين. استقبلها من الريسبتور الشمال، تبقى انت بتدور شمال. يبقى كل السكة دي انا استفدت بيها ايه؟ سنس اوف روتيشن. وده اللي يفسر لنا لعبة الباليه حست بالدوران ناحية اليمين ازاي. نقولها تاني، ناحية اليمين الاندولينف اتحرك عكس الدوران واشتغل الريسبتور اليمين زي ما قلنا. فيستيبولار نيرف جانجليون نيوكليوس بعت للفيستيبولو سيريبيلم بالانفيريور بيدانكل، بعت للفاستيجيال اللي هو الممثل له، ثم الى الدنتيت الديب نيوكليوس اوف سيريبرو اللي بعت للصلمس، ثم ايكوليبريم كورتكس. الرسمه دي انت شرحت لي الباس واي اوف روتيشن. طب يا دكتور الباس واي اوف فيرتايجو يا ترى تبقى ماشيه ازاي؟ الباس واي اوف فيرتايجو مش هنتكلم على السيريبيلم هنا، هنقول نيرف جانجليون نيوكليوس، ثم نقول بعت لكورتكس. بعت لكورتكس فولس سنسيشن اوف روتيشن. ملاحظ حاجه؟ انت لما بتدوخ الدوخه سريعه، فتلاقي ان الباس واي قصر، يعني هنا الباس واي اللفه طويله، لكن في الفيرتايجو الباس واي مختصره شويه. هتقول لي عندي سؤال ليك، طب والنستجمس يا دكتور تفسرها لي ازاي؟ الاي موفمنت تو اند فرو. اقول لك ازاي، ده البرين ستيم بتاعنا، وده الفيستيبولر
نيوكليس. الاناتومي قالوا ان الفيستيبولار نيوكليس ده كونكتد، متصل بحزمة عاملها باللون الاحمر. في حزمة يا جماعة موجودة في البرين ستيم يمين وشمال. الحزمة دي اسمها ميديال لانها ناحية الميد لاين، لونجيتيودينال باندل، حزمة بالطول. طب الحزمة دي متصلة بايه؟ بالكرينيال نيوكلياي اللي بتتحكم في الاكسترا اوكيولار ماسل، يعني متصلة بكرينيال نيوكلياي 3 اوكيولوموتر و4 اللي هو كان التروكلير و6 اللي هو الاب ديوسن يمين وشمال. دول اللي بيحركوا العين عندنا. علشان كده لما اجي اقول لك نستجمس حصل ازاي، تروح انت قايل لي فيستيبولار نيرف ثم فيستيبولار جانجليون فيستيبولار نيوكليوس كونكتد بالميديال لونجيتيودينال باندل اللي بتشغل الاكسترا اوكيولار ماسل. يبقى انا عرفت من خلال الباسوي لغايه دلوقتي ثلاث حاجات: ازاي بنحس بالروتيشن، ايه سبب الفيرتايجو، ايه سبب النستاجمس. لا مش بس كده، اقول لك على حاجه. ساعات بتحس ان انت وانت اثناء الدوران او في نهايته عايز ترجع، فوميتنج او ضربات قلبك سريعه تاكيكارديا او نفسك سريع. ازاي ده حصل؟ لو تلاحظوا كل مره انا بمسح وارسم من جديد عشان اخلي الرسمه واضحه ليك. فيستيبولار نيرف هيبعت كده لمين؟ للفيستيبولار نيوكليس. الفيستيبولار نيوكليس اللي موجود في المظله بيبقى متصل بمين؟ بالريتيكولار فورميشن. في شبكه يا جماعه من الاعصاب على طول البرين ستيم وبالاخص في المظله. الشبكه اللي هنا اللي تحت فيها ايه؟ فوميتنج سنتر. يعني الفيستيبولار نيوكليوس ده هيشغل لي الفوميتنج سنتر فيجي لي سنس اوف فوميتنج. تلاقي الناس اللي بتبقى في الاطباق الطائره اللي قلنا عليها في الملاهي، الطبق بيدور وبيلف بسرعه، في النهايه خالص تلاقيه ان هو اترمى على الفنجان كده وابتدى يرجع فوميتنج. بيرجع ليه؟ لانه اشتغل له الفيستيبولار نيوكليوس بالفيستيبولار باس واي، شغل للفوميتنج سنتر. يبقى لغايه دلوقتي انا قلت اربع حاجات في الباس واي: روتيشن، فيرتايجو، نستجمس، واوتونوميك تشينجز. ده مهم جدا على فكره. الحاجات اللي انا بقولها دي بتتقال في الكتاب بمسمى effect of stimulation of semicircular canal. ده يا جماعة الإفكت ان اشتغل الكنال. هتروح انت قايل الروتيشن العادي وتقول رقم اتنين فيرتايجو، هنقول عنها تفاصيل دلوقتي، وتلاتة تقول نستجمس، كلمنا على تفاصيلها الستة، وأربعة تقول لي autonomic changes. وتلاحظ حاجة إن الـ effect of changes مبنية على الـ vestibular pathway. هل يا دكتور في تشينج تاني؟ أيوة في تشينج تاني، التون. يعني إيه التون؟ دايما لاعبة الباليه لما بتلف ناحية اليمين هي عاملة إيه؟ هي بتحمل جسمها كله على الناحيه دي. يعني بص عليا وانا بدور ناحيه اليمين على اطراف صوابعي، بدور كده وانا بدور، انا بحمل وزني كله على رجل اكتر من الرجل التانيه. فلازم نعرف ايه تاثير الدوران على الماسل تون. التاثير الدوران ده اعرفه ازاي؟ بالباس واي. هتقول لي ازاي؟ الفيستيبولار نيوكليوس اللي ذكرناها كذا مره اللي السيجنال وصلت لها
بينزل منها تراكت على الانتيريور هورن سيل، وسمينا التراكت ده قبل كده في الموتور باسم ايه؟ فيستيبيولو سباينال تراكت. يعني انا ملاحظ ان الفيستيبولار نيوكليوس هي محور الاحداث، من خلالها تشغل الفوميتنج سنتر، من خلالها يزيد التون، لان هنا الفيستيبولار نيوكليوس بتشغل التون اوف الماسلز معينه، الاكستنسورز اوف ذا لور limb، فانت مسؤوله عن التون. من الفيستيبولار نيوكليوس تبعت للفيستيبولو سيريبيلم ثم الى الدنتيت ثم سالاماس كورتكس روتيشن، او مباشره هي سبب الفيرتايجو اللي هنقول عليه. يعني هي كي بلاير بتاعك، مهمه جدا. والتون يزيد فين؟ ابسي لاترال. يعني دايما التون يزيد في الناحيه اللي انت بتدور عندها، ودي مهمه قوي، ويقل في الكونترا لاترال، وده شيء طبيعي. انا محمل وزن جسمي كله على ناحيه مش على الناحيه التانيه، فالتون يقل في الناحيه اللي ما فيهاش روتيشن. طب دكتور انت لسه قايل لنا الفرتايجو فيها كلام مهم، هتقول ايه في الفرتايجو؟ هتكلم في الفرتايجو على الديفينيشن والكوزس الاسباب، وطبعا الميكانيزم احنا قلناه، وهتكلم على تيست. يعني اجي عند الفرتايجو واحط تلات عناوين. ايه هو الفرتايجو؟ هو احساس خاطئ بالدوران، فولس سنسيشن اوف روتيشن، حاسس ان انا بلف ناحيه الشمال بس انا بدات دوراني يمين، احساس خاطئ. ايه اسباب الفرتايجو؟ نقول لك الاسباب. اول حاجه نهايه الروتيشن، خلي بالك مش بدايته، لان في نهايه الروتيشن شرحنا الاندولينف بقى ليه مومنتم ويكمل الحركه في اتجاه الروتيشن الاول، وانتوا شفتوا اللي حصل. تاني سبب مهم جدا، خلي بالك، دوار البحر. لو انت راكب مركب تلاقي في ناس تيجي على سطح المركب كده وترجع، حاسه انها دايخه، اسمها موشن سيكنس. موشن سيكنس او دوار البحر، موشن يعني حركه المركب في الميه، عملت دوار او دوخه. ايه سببها؟ فيستيبولار اباريتس شغال بزياده، شغال جامد قوي. ده كان التفسير القديم للموضوع، لغايه ما قالوا ايه التفسير الجديد؟ هناك صراع، كونفليكت، ما بين حاجتين، بين الفيجن وما بين الفيستيبولار اباريتس. مش فاهم، يعني انا وانا راكب المركب عينيا ثابته ولكن الفيستيبولار بيتحرك، الانر اير او اللابرنس في حركه اندو لينف، الحركه دي هي اللي عملت السنس اوف روتيشن، وده دوار البحر. في حاجة تالتة، عالم فرنسي اسمه مينيير قال في مينيير ديزيز. قلنا له ايه؟ قال احيانا الاندولينف يتكون اكثر من اللازم. فاكرين لما رسمنا الكنال وقلنا فيها اندولينف؟ اندولينف ده بيتكون من مكان اسمه ستريا فاسكولاريس، لو اتكون كتير، تخيل ودي الامبولة اهي، وادي الريسبتور اللي قلناه كذا مرة، ايه اللي هيحصل؟ كل ما يتكون كتير يبتدي ايه؟ يزق الفلويد اللي هنا، ويزق الشعر القصير ناحية الشعرة الطويلة، يديلك احساس بروتيشن وانت ما بتضرش، لانه هيتني القصير ناحيه الطويل، يحرك بوتاسيوم ويعمل دي بولاريزيشن، فيستيبولار نيرف، جانجليون، نيوكليوس، ثم فيرتايجو. يبقى اذا التكون الزياده غلط، ده السبب التالت عندنا.
في سبب رابع للفرتايجو، هو الكهول، شرب الخمور. اللي بيشرب خمرة كتير حاسس انه الدنيا بتلف بيه، راسه تقيلة، ودي سبب من اسباب الفرتايجو. مهم قوي، حتى الشعراء زمان كان يقول لك ايه، ولعبت الخمر برؤوسهم، رؤوسهم او يعزون بالبلدي كده دماغهم لفت بسبب الالكول. دي الاسباب الرئيسية للفرتايجو. طيب عايز اقول ايه العنوان التالت في الفرتايجو؟ عايز اعمل تيست. انا دلوقتي عايز اعمل لك اختبار، انت بتحس بدوخة ولا لا؟ على فكرة موضوع الدوخة ده يختلف من واحد للتاني، في واحد بيحسها وفي واحد ما بياخدش باله منها، فبنسميها سبجكتيف. يعني ايه سبجكتيف؟ ترجع للسبجكت، للانسان نفسه. حد يقول لك انا دايخ يا دكتور كتير، تقول لك انا ما باخدش بالي، انا ما اعرفش انا ممكن بدوخ ولا لا. فجي عالم مشهور اسمه براني، الراجل ده دخل التاريخ بفكرة سهلة جدا. بص بقى عليا، الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده رسم دايرة وقال لواحد ايه؟ قال له بص انا هخليك تقعد على كرسي، بس مش اي كرسي، كرسي دوار، ريفولفينج تشير، عارفين الكرسي الهزاز اللي بيتحرك زي بتوع رجال الاعمال. طيب قالوا انا هاجي هلفك ناحية اليمين، يعني هجيب الكرسي وادوره تو ذا رايت سايد. تخيلوا، بص بقى عليا، وانا باجي بدور ناحية اليمين ايه اللي حصل؟ صباعي بعد عن الدايرة. انا علشان اجيب صباعي على الدايرة لازم اجيب الصباع الشمال، يعني انا بدور كده اهو، الصباع ده هيبعد عن الدايرة دي، اجي بصباع الشمال واشاور عليه. هتقولي امال فين الفرتايجو بقى هنا؟ نفترض واحد عنده فولس سنسيشن انه بيلف شمال، وده غلط، احساس بالدوران تو ذا ليفت، وانت قعدته على كرسي هزاز بيدور ناحية اليمين، ايه اللي هيحصل؟ بصوا عليا، وهو بيدور ناحية اليمين هو فاكر انه بيلف شمال، فبصوا بقى اللي هيحصل، الكرسي بيدور يمين وهو فاكر انه بيلف شمال. طب وهو فاكر انه بيلف شمال يبقى لازم يجيب انهي صباع؟ العكسي على الدايرة. لو جاب صباعه اليمين عمره ما هيجي على الدايرة، لان انا الانسان الطبيعي لما لففك يمين هات صباعك الشمال، عمرك ما هتجيب اليمين كده على الدايرة، هات الصباع التاني. عشان كده فين صباع العيان؟ هتبقى بالمنظر ده. حاجة اسمها باست بوينتينج. يعني ايه؟ يعني صباعه مش هيجي على الدايرة، سيتخطاه، هيعديه. عشان كده براني قال لو حط صباعه مش على السيركل يبقى عنده احساس اوفرتايجو، وسماها باست بوينتينج تيست اوف براني. ده الاحساس او التيست بتاعي، انا صباعي تخطى النقطة اللي مفروض المسها. ودي مهمة قوي. لغاية دلوقتي احنا شرحنا الريسبتور باربع مشاهد لعبة الباليه، بالباسوي كله، بالإفكت اوف استيميوليشن بالنسبة لنا. الميثودز اوف استيميوليشن اوف سيمي سيركولر كانال، احنا اتكلمنا على شكل الكانال والريسبتور والاربع مشاهد، وكمان اتكلمنا على الباس واي والاوتونوميك تشينجز وفرتايجو ونستاجمس وكل حاجه قلناها حصلت ازاي والافكتس اوف ستيميوليشن. طب ازاي اني انا اعمل تيست واختبارات للكنال واعرف هي شغاله كويس او لا؟ في الاول انا عندي تو فيرتيكال كانالز وواحده هوريزونتال،
فهعمل تيست للهوريزونتال وتيست للفيرتيكال وتيست للتلاتة. يبقى انت عندك كام تيست؟ تلاتة تيست. نبتدي بأول تيست عندنا، تيست للهوريزونتال، واحنا جينا قلناها روتاتوري ميثود، فكرة الكرسي الهزاز اللي عملها باراني وقلنا عليها من شوية. طيب الكرسي الهزاز فكرتها ايه؟ ادي الكنال بتاعتنا، وادي الامبولة، وادي اليوتريكل طبعا، ودي نفس الفكرة اللي احنا قلناها، ده الليفت وبالنسبة لي ده هو الرايت، دي الفكرة العادية. والدوران قلنا from left to right. لو انا مقعدك على كرسي هزاز بيدور ناحية اليمين، اتفقنا ان الاندو لمف اللي موجود في اليمين هيتحرك عكس الاتجاه، وادي الشعر بتاعنا، وادي الشعرة الطويلة فيعمل الحركة دي، وده هنا دي بولارايزد لكن ده لا، وطبعا فيستيبولار نيرف جانجليون نيوكليوس والباس واي يكمل لغاية الإكوليبريم سنتر اللي قلناه كده. أنا بشغل تو هوريزونتال كانالز إن زئير، وده مهم جدا، أنت بتشغل يا جماعة اتنين هوريزونتال كانال، ودي الطريقة العادية، بدل ما نقول له قوم ولف على أطراف صوابعك افرض ما يعرفش، يبقى دي طريقة روتاتوري ميثود. الطريقة التانية عايز اختبر الفيرتيكال كانال، فعشان نختبر الفيرتيكال كانال هقول لك الاول على فكرة خدناها زمان في المدرسة وحنيجي نطبقها دلوقتي. لو انا جبت بيكر حوض فيه مية وسخنته بالفليم بتاعتي، المعروف كل ما تسخن المية هتلاقي الدنسيتي او كثافته بتقل وانت طالع، بيقل وانا طالع وينزل بارد، يبقى هو نزل بارد وكثافته قلت وانا طالع، ده اسمها convection current او تيار الحمل، خدناها زمان كده في المدرسة convection current. طب الكونفكشن كارنت زي ما انت شايف السخن هو طالع كثافته بتقل وانا نازل بارد، دي تخليني اشغل انهي كانال؟ اكيد فيرتيكال كانال، لاني دايما الكارنت ده رأسي، ده فيرتيكال مش هوريزونتال. هتيجي تقول لي بس يا دكتور اشغل ازاي الفيرتيكال كانال؟ فاكر في اول الفيديو قلت لك الهوريزونتال عامل 30 درجة مع الأفقي، هو مش بيور هوريزونتال كانال لما عملناها مع الكراسة، عشان كده هنطلب من العيان ان هو ينزل راسه لتحت كده 30 ديجري. طب انا عايز اشغل الفيرتيكال اخليه يرجع راسه لورا كمان 60، عشان 30 زائد 60 تبقى رايت انجل، يعني هو سيرتي، هقوله لو سمحت رجع راسك لورا كام؟ 60، فسيرتي بلس 60 تتحول الى 90 ديجري، وكده ابقى انا شغلت الفيرتيكال كانال. طيب نعمل ايه؟ مش معقولة هنسخن الكانال بتاعته، لا، هنجيب قطنة مبلولة حرارتها 43 درجة، القطنة المبلولة دي هتوصل حرارتها للإندو لينف، الإندو لينف المجاور لحرارة القطنة دي هيبقى زيها، والإندو لينف البعيد هياخد درجة حرارة الجسم إزاي؟ بصوا بقى تعالوا نرسم اللي حصل، آدي 43، فين الكنال؟ ادي الكنال بتاعتنا طبعا الفيرتيكال، وقلنا عاملة زي الكتاب المفتوح اهي، وفين الاندو لينف الاخر؟ يعني ده الاندو لينف، فين الاندو لينف التاني؟ ادي الاندو لينف بتاعنا دايرة كبيرة.
كلنا عارفين ان الكنال بتفتح في اليوتريكل بانتفاخ، هاجي هنا واعمل لك الانتفاخ اللي هو الامبولة بتاعتنا، هي دي الامبولة بتاعتي. وطبعا كل ده هو المفروض ان يبقى اليوتريكل. ايه اللي حصل؟ لما انت بتيجي بتسخن او القطنه المبلوله بالحراره دي واحنا طالعين، هتلاقي كثافتها قلت، عامله زي الميه اللي بنسخنها، واحنا نازلين ينزل البارد. طب البارد كده نزل عمل ايه؟ هي الامبوله دي فيها مين؟ فيها جواها الريسبتور، ما كلنا عارفين ادي الامبوله جواها الريسبتور، شعر القصير والشعر الطويل. ملاحظين حاجه في الرسمه دي؟ وادي الفوكس، ان انت لاول مره بتحط الشعره الطويله ابعد من اليوتريكل. لما جينا في اول الفيديو حطينا الشعره الطويله ناحيه اليوتريكل، قلت لك هوريزونتال كانال، توزيع الشعر يتوقف على شكل القناه. هنا هتلاقي هي فين؟ هتلاقي الوضع اهو، هتلاقي هنا، هتلاقي مش الشعره الطويله هنا، لا، هتلاقي ان الوضع بتاعك بالمنظر ده. طب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ديفليكشن، الشعر هيتني. ولما يحصل ديفليكشن في الكوبيولا نفسها اللي مغطيه الشعر ده، هيديلك احساس معين بدرجه الحراره. معنى الكلام ايه؟ ان انت قدرت تشغل الكنال كالوريك ميثود، طريقة حرارية وليست روتاتوري أو دوران. خلي بالك الهوريزونتال 30 انت خليتها كمان 60، فدي تعمل ايه؟ ادي الرايت انجل عشان ما تتلخبطش، 30 زائد 60 تبقى 90. كده انا بشغل 1 فيرتيكال كانال في 1 اير، ودي مهمة اوي، بشغل قناة رأسية واحدة في ودن واحدة. ما ينفعش في التو ايرز زي الروتاتوري، ما ينفعش ان انا اسخن لك الناحيتين او قطنة مبلولة ب 43 درجة في الودن الشمال وقطنة مبلولة برضو بدرجة الحرارة دي في الودن اليمين. خلي بالك الاندولينف هنا 37 حرارة الجسم، فده السخن وانت طالع، كثافته قلت ونزل بارد معاك. الطريقة الثالثة، عايز اشغل كل الكنالز في وقت واحد، دي طريقة مميتة. طب يا دكتور ازاي اشغل هوريزونتال وفيرتيكال مع بعض؟ قالوا طب ما تيجي نكهرب الفيستيبولار نيرف. يعني ايه؟ هو كل كنال لما تشتغل والاندولينف يتحرك ويتني الشعر القصير للطويل والبوتاسيوم يتحرك معاك، انت كده بتعمل دي بولاريزيشن اللي اتنقل عن طريق الفيستيبولار نيرف زي ما شرحنا في الباسواي وزي ما جينا قلنا قبل كده. قال لك طب وليه؟ طب ما تيجي نعمل جلفانيك كارنت على الفيستيبولار نيرف، هنكهرب الفيستيبولار نيرف مباشرة، تعمل الكرنت وتقفل الدايرة، هيشتغل الفيستيبولار نيرف اللي خارج من 3 كنالز في وقت واحد. هتحس ان انت بتموت، ده احنا كده بنعذبك في المعتقل. طريقة صعبة جدا اسمها الكتريك ميثود، لازم تاخد موافقة البيشنت كتابيا اولا قبل ما تعمل التجربة دي، لانه هيحس بشكل غير طبيعي. اخر جزء هنقوله في الفيديو ده هنتكلم عن اليوتريكل اند ساكيول. كلنا عارفين في بداية الفيديو قلت لك كيس صغير اسمه ساكيول وكيس صغير اسمه يوتريكل. اليوتريكل اند ساكيول مع بعض انا هاجي هسميهم كلمة جميلة، ماكيولا.
ماكيولا بالعربي معناها بقعة، معناها نقطة صغيرة، أو هسميهم اسم آخر هنقوله مع بعض الفيديو اللي جاي. يترك الانسكيول، عايز أعرف دلوقتي يا ترى شكل الريسبتور اللي جواهم إيه. خلي بالك السيمي سيركولار كانال كانت مسؤولة عن الانجولار اكسلريشن او الدوران الدائري زي لعبة الباليه وزي ما شرحنا. اما اليوتريكل والسكيول عارفين مسؤولين عن ايه؟ مسؤولين عن السرعة الخطية، لينير اكسلريشن. كلمة لينير او لاين اللي هو الخط المستقيم، هنا السرعة بتاعتي بتحصل في خط مستقيم. انا راكب قطر عربية، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هنقول الكلام ده النهاردة، اسمها لينير. دي بقى وسائل المواصلات العادية. طيب يا ترى شكل الريسبتور ايه؟ ثم ازاي بيبقى ستيميوليتد؟ شيت اوف ايبيثيليوم عادي، وادي السيلز على الشيت. فاكرين لما اتكلمنا على الأمبولة قلنا الشعر مختلف، شعر قصير وشعر طويل. بص بقى المرة دي السيليا بتاعتي كلها شعر متساوي في الطول، يونيفورم لينس. طب ما دام كده ازاي هيحصل ديبولاريزيشن؟ كل شعرة من دول عليها دايرة سودة، حصوة صغيرة، والحصوة الصغيرة دي معمولة من كالسيوم كربونيت كريستل، كالسيوم كربونيت أو حصوة، وبنسميها أوتوليس، بسميها أوتوليس. هتقولي ليه الحصوة دي موجودة؟ الحصوة دي زي تقلع الشعرة الرقيقة، أول ما الحصوة دي تنزل على الشعرة بتقلها هيحصل ايه؟ بصوا اللي انا اعملها بالنقط دي، هتتني الشعرة، فيحصل ايه في التانية دي؟ يحرك البوتاسيوم اللي موجود هنا ويقول له انت لازم تتحرك خلال الشيت اوف ايبيثيليوم. هعمل لك موشن او حركة زي موجة البحر اللي عملها الاندولينف، فيزيد البوتاسيوم جوه ويسيب مكانه بوزيتيف قليل بره، وده سبب الدي بولاريزيشن. وتكمل القصة، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجليون، فيستيبولار نيوكليوس، والباس واي اللي قلناه قبل كده سيتكرر. يبقى اذا انا عرفت ازاي الاستيميوليشن بيحصل، باي اوتوليس ويت اون ذا سيليا. طب ايه اللي يخلي الحصوة الصغيرة تنزل بتقلها على الشعرة؟ حاجة واحدة، جرافيتي، الجاذبية، والكلام ده هنقوله دلوقتي. يبقى اذا شكل الريسبتور عرفته، وعرفت ازاي بيحصل ستيميوليشن. في نقطة مهمة لازم تاخد بالك، ليه ربنا خلق اتنين، يترك الاند سكيول؟ طب ما يا دكتور كلهم يونيفورم سيليا او الهير سيلز بطول واحد، ليه اتخلق الاتنين؟ هقولك، دكاترة الهيستولوجي قالوا ان توزيع الشعر في اليوتريكل غير السكيول. يعني دي السكيول، الشعر معمول ازاي؟ بالطول. ايه ده؟ يعني الساكيول الارينجمنت فيرتيكال هير، تمام. اما بالنسبه للتاني اللي هو اليوتريكل، بص بقى اللي حصل، هتلاقي الشعر معمول ازاي؟ بالعرض. اما اليوتريكل توزيعه الشعر هوريزونتال. طب يا دكتور ده يفرق معايا في ايه؟ لا يفرق، وهنقول دلوقتي. وادي الاوتوليس، الدايره اللي هي الكالسيوم كربونيت كريستالز على كل واحده. هيفرق ازاي؟ تعال نتخيل
الاتنين دول ما بيحسوش بالانجولار اكسلريشن، بيحسوا لما اتحرك في ستريت لاين. نيجي نبص عليا دلوقتي، دلوقتي وانا قاعد راسي مظبوطه في النص، ليه؟ لان انا عندي اليوتريكل الهوريزونتال الشعر بتاعها كده، لا هي لا هي انهبيتد ولا هي ماكسيمال ستيميوليتد، هي بين البنين، لا هي انهبيتد ولا دي بولارايزد. فبص دلوقتي عندي يوتريكل هوريزونتال هير يمين وشمال، مفيش حاجه عامله لهم ستيميوليشن، بمعنى انا راسي اهو، هل في تاثير جرافيتي على راسي على الهير سيلز اوف يوتريكل ان سكيول؟ تقول لي لا. طب يا دكتور يعني ايه تاثير جرافيتي؟ بص على الحركه اللي هعملها دلوقتي بالفيديو، حركه النودنج، يقول لك ايه السكوت علامه الرضا، موافق؟ اه. الحركه دي بتاعت تانيه الراس لتحت، انت بتشغل مين؟ السكيول، انت بتتني الهير بتاع السكيول بالحركه دي، وده تاثير مين؟ الجرافيتي. بالجرافيتي انت بتخلي الاوتوليس او الحصوه تتحرك لتحت فتشد على السيليا الطوليه، فيديلك شعور ان انا راسي بتتني دلوقتي او انا بهز راسي لتحت. طيب ازاي اليوتريكل تشتغل؟ اليوتريكل تشتغل، بصوا عليا بالطريقه دي، ان انا هاجي اعمل كده، هاجي اميل راسي على الناحيه دي على اليمين او اميلها على الشمال. دلوقتي البندنج او التيلتنج اوف هيد على ناحيه، انت بتخلي الهوريزونتال هير يتنوا، ليه؟ لان التاثير الجرافيتي، شايفين الاسهم دي؟ طب اتحرك الاوتوليس لتحت وبالتالي بتشد على الشعره ويتحرك البوتاسيوم، والبوتاسيوم اللي هنا هيتحرك كده فيعمل لي دي بولاريزيشن وفيستيبولار نيرف جانجليون نيوكليوس لغايه ما الكورتكس يحس ايه ده؟ ده دلوقتي هو بيميل براسه على الشمال او بيميله على اليمين. يعني اذا الكلام ده موجود. هتقول لي طب يا دكتور انا لا انا بهز راسي لتحت ولا بميلها على الجنب زي ما انت عملت، فين بقى تاثير الجرافيتي؟ اقول لك وانت نازل بالاسانسير، وانت نازل بالاسانسير الاسانسير بينزل بيك فيرتيكال، فلما ينزل الاسانسير بتاثير الجرافيتي هيعمل ايه في الاوتوليس دول؟ هيشدهم، وما دام يتشدوا لتحت كل واحد يتني الشعره اللي هو مريح عليها، فالبوتاسيوم اللي موجود حوالين الشعر يحصل له موشن فيتحرك فيحصل دي بولاريزيشن. يبقى اذا اللي انا عايز اقوله في فايده اليوتريكل والسكيول، اول فايده مهمه جدا orientation of head in space، يعني الاحساس بوضع راسي في الفضاء، انا راسي فين؟ هل يا ترى معدولة؟ العادي اليوتريك اللي قال لك انا not maximal stimulated ولا inhibited، انا بين البنين، ادي الراس اهي وادي فيه يا جماعة يوتريك الموجودة يمين ويترك الموجودة شمال زي حرف إيه. تخيل طبعا دول السيلز وده الشعر الهوريزونتال، وبالتالي وادي الودنين اهو دول زي بعض، فبالتالي انت مش حاسس اساسا ان راسك معوج، حاسسها عادية. فايدة التانية لينير اكسلريشن، ودي مهمة. قررت ان انت تطلع رحلة مع اصحابك وراكبين الباص وبنجيب الحاجات اللي احنا عايزين نشتريها وقاعدين وبنهزر، وفجأة السواق عايز يتحرك بالعربية، اتحرك بيها لقدام، والسواق بيتحرك بالعربية لقدام، ايه اللي بيحصل؟ ف
فاكرين الأوتوليس ولا لأ؟ اللي هو الحصوة الموجودة على الشعر. الأوتوليس عندها إنيرشيا، ريزيستنس تو موف. قالت لك لأ، أنا ليا تقل، مش من السهل إن أنت تحركني. وبالتالي هتعمل إيه الأوتوليس؟ الأوتوليس هتعمل حاجة جميلة جدا ولازم تخلي بالك منها كويس قوي. قلت لك أنا هشد على الشعرة، قلنا لها طب هتشدي عليها لورا ولا لقدام؟ ودي مهمة جدا جدا. قالت لا، أنا هشد عليها لقدام، هتشد عليها للأمام. فتلاقي أول ما السواق يتحرك بالعربية تلاقي أنت غصب عنك إيه؟ طلعت قدام في الكرسي، طلعت قدام، لأن الأوتوليس قالت لك لا، أنا عندي إنيرشا، وما دام أنا هعمل حركة عكس الحركة بتاعتك هتوصل بفيستيبولار نيرف والباس واي للكورتكس، فده يديك الإحساس بقدام. طيب أثناء والعربية تتحرك لقدام في الرحلة، رجعت أنت في الكرسي الورا ومش حاسس بالروتيشن طول الرحلة. طب ليه مش حاسس بالروتيشن طول الرحلة؟ لأن ما بقاش فيه ستارت أو إند، الأوتوليس بتاعتك مفيش حاجة هتشدها ترجع تاني مريحة على الشعرة. وبالتالي قالت لك أنا مش هتنيها. طلبة كتيرة بتسأل سؤال مهم، يا دكتور الحصوة مريحة على الشعرة، ليه في الطبيعي الشعرة ما اتنتش؟ انت بتقول بتتني الشعرة بالجرافيتي. ارد عليك ان الحصوة والشعرة موجودين في جيلاتينس ماتيريال، اللي مخلي الحصوة دي سبورتد الجيلي، والجيلي بيقلل شد الحصوة للشعرة، لكن بتأثير الجرافيتي الجيلي ما يقدرش ان هو يعمل حاجة خالص. هتقولي طب ما هو في بداية الحركة احنا الحصوة شدت على الهير سيل ليه بالطريقة دي؟ طيب لقدام. طيب في نهاية الحركة يعني ايه؟ جه السواق داس فرامل فجأة. هو لو داس فرامل فجأة انت المفروض تعمل ايه؟ تهم بجسمك لقدام وراسك تخبط في التابلو او الازاز، ممكن تتعور. فالحصوة تعمل ايه الاوتوليس؟ تعمل العكس، تشد الهير سل لورا، عشان لو هو داس فرامل فجأة تلاقي نفسك ايه؟ ترجع في الكرسي. يبقى مع بداية الحركة وهو بيحرك البص فجأة انت بتعمل ايه؟ تتحرك لقدام، وهو بيدوس فرامل فجأة عشان ما تتخبطش او تقع انت بترجع جسمك لورا، ترمي مركز الجاذبية لورا في السادن ستوبج. يبقى المسؤول عن الحفاظ على اتزانك في انه يتحرك فجأة او يوقف فجأة هو اليوتريكل اند ساكيول. الفايدة التالتة لليوتريكل والساكيول وهي مهمة جدا، دايفنج، الغطس، ده اللي بيعرفك راسك فين. لما تغطس لمسافات كبيرة، عمق 10-20 كيلو تحت سطح المية، ادي سطح المية اهو، وادي مثلا 20 كيلو متر دبس، ازاي تعرف فين فوق من تحت؟ ازاي ترجع لسطح المية؟ هتقول لي عشان يكون عندي إكوليبريم انا بعتمد على ثلاث حاجات. الفيجن، هقول لك مش هيسعفك، هتاخد معاك كشاف تورش ينور لك 2-3 متر، ده انت نازل بعمق 20 كيلو، فالفيجن مش هيساعدك انك ترجع لسطح المية تاني خالص. هتقول لي عندي بروبريو سيبشن، هقول لك في ضغط مية على راسك وعلى رجلك. طب هتعرف منين
ان ده السطح وده العمق؟ برضو لا. طب امال انا ايه اللي يرجعني الانر اير وبالاخص الماكيولا؟ يعني ايه؟ احنا عارفين ان ادي راسي اهي، لو انا نازل في عمق الميه وادي يا جماعه اليوتريك اهي هوريزونتال هير، وانا بميل براسي كده في الميه، الميه ضغطه فين؟ ضغط على الحته اللي انا مميل راسي عندها، هنا في ميه عامله ضغط، فبالتالي اليوتريكل في الناحيه دي، لو جينا قلنا ده ليفت وده رايت، اليوتريكل الناحيه دي هو اللي عليه ضغط عالي، فهو اللي هيبقى ستيميوليتد والتاني لا. طب ده بقى ستيميوليتد يبعت بالفيستيبولار باسواي للكورتكس، فالكورتكس عارف ان الاشاره جايه له نتيجه ضغط عالي على الناحيه الشمال، فيعرف ان ده الشمال فيعدل راسه. بعد كده هنشوف ازاي نعمل رايتنينج او تصحيح الاوضاع في الفيديو اللي جاي، وبالتالي اعرف اني انا اطلع في انهي اتجاه لما اعدل راسي كده لسطح الميه. ده انا هعدل راسي واتحرك لينير، ما الحركة دي اسمها حركة أفقية، هطلع لفوق. لما أجي أطلع لفوق، طب ما هو ده لينير أكسليريشن، بسبب إيه؟ بسبب الماكيولا وبالأخص اليوتريكل. فاكرين لما قلت اليوتريكل تظبط راسي في النص، لا هي معوجة ولا هي حاجة تانية، برضو اليوتريكل تساعدك في الغطس. عشان كده بره عمره ما يديلك رخصة غطس دايفنج لايسنس من غير ما يعمل لك تيست للماكيولا او اليوتريكل. ده مهم جدا، احنا بندرس الكلام ده ليه؟ ده الابلايد فيسيولوجي بالنسبة لنا، لانه لو عنده اليوتريكل بايظة على فكرة ممكن جدا يتوه في المية ويموت، الاكسجين اللي معاه مش هيكفي، مش هيعرف يوصل لسطح الميه، يتحرك في الاتجاه ده او يتحرك لتحت ظنا منه ان ده الووتر سيرفيس. اخر فايده للماكيولا او اليوتريكل والساكيول هقولها كعنوان فقط لانها مقدمه للفيديو القادم. يوتريكل اند ساكيول بيبقوا ريسبتور للبوسترال ريفلكس، وهنقول ايه هما البوسترال ريفلكس في نهاية الفيديو ده. عايز افكرك ان انا قلت ان في سيمي سيركولر كانال، قلت شكلها اربع مشاهد لعبة الباليه، الافكت اوف الاستيميوليشن للكانال، الباس واي شكله ازاي، الميثود اوف استيميوليشن، التلاتة تيست اتكلمنا عليهم، اتكلمنا عن اليوتريكل والساكيول كشكل وازاي استيميوليتد، وتوزيع الشعر في الساكيول فيرتيكال، افتكرها بفي اس زي فيرسس، زي ما فريقين يلعبوا قصاد بعض، في فيرتيكال والاس ساكيول، واليوتريكل هوريزونتال. وقلنا اهميه اليوتريكل هي اللينير اكسلريشن، وانت راكب باص او تاكسي او اي عربيه افتكر لما السواق يتحرك فجاه ولما يفرمل فجاه، ومهمين في الغطس ومهمين كمستقبلات لبوستشر ريفلكس، وده عنوان الفيديو القادم.